ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. جمعهم حب حفظ القرآن الكريم وترتيله. أكثر من 200 طالب وطالبة من اللاجئين السوريين أتموا حفظ القرآن الكريم، وجرى تكريمهم في ولاية شانلي أورفا التركية. طبعا انضم إلى هذا المشروع في البداية أكثر من 370 طالبا وطالبة. الآن نحن نحتفل بتخريج 210 أو 209 بالضبط من الطلاب الذين أتموا حفظ القرآن الكريم خلال الموعد المحدد. بقي عندنا حوالي 100 حافظ وحافظة يحتاجون إلى شهرين أو ثلاثة حتى يكتمل العدد إلى 300 حافظ وحافظة بإذن الله تعالى. حضر حفل التكريم علماء سوريون وعرب وأهالي الطلاب وسط أجواء مشحونة بالإيجابية لفرح الطلاب وذويهم والقائمون على مشروع تحفيظ القرآن بعد عناء عام كامل. والحمد لله رب العالمين، الله يسر لنا بحفظ القرآن، تعبنا وجاهدنا والحمد لله رب العالمين، هذا كان كله توفيق من الله سبحانه وتعالى. بال 2019 تقريبا من دخلتي على تركيا يعني انضميت للمشروع، بس ما كنت كتير ملتزمة لأنه كنت أشتغل مع المركز نفسه، لكن لما عملوا مشروع سفر الكرام أنا انضميت إله من سنة يعني تقريبا. الحمد لله رب العالمين الله أكرمني بحفظه، والله كتير كتير سعيدة لأنه سبحان الله هي فرحة ما حدا بحسها غير صاحبة. يعني المرأة عاشت في يتم، عاشت في تشريد، عاشت في تهجير، في فقر، في خيام، واليوم تأتي هنا لتحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا درس للعالم كله، هذه درس للأمة كلها، إنه هؤلاء رغم التشريد، رغم الحروب، رغم ما يعانيه أهل سوريا، إلا أنهم مبدعين في كل المجالات، واليوم هكذا هم يبدعون في تخريج تلة ونماذج عظيمة من حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى.